السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية من تلفزيون الجزائر. المستهل بالنشاط العسكري، حيث شرع السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من يوم أمس، شرع في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة. الزيارة الميدانية هذه تندرج في إطار اختتام سنة التحضير القتالي 2020-2021 بغرض تقييم مدى تنفيذ برامج التحضير القتالي، خاصة ما تعلق بالوقوف على مدى الجاهزية العملياتية لوحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على حدودنا المديدة. السيد الفريق وفي كلمة توجيهية له لدى التقائه بالإطارات ومستخدمين، والتي تابعها كذلك مستخدمو جميع وحدات الناحية العسكرية الرابعة، شدد على أن الجزائر لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد من أي طرف كان، محذرا تلك الأطراف المتعطشة للسلطة من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر، مع تأكيده على أن الرد في هذه الحالة سيكون قاسيا وحاسما. هذا وحرص السيد الفريق على التأكيد وبشدة على أن الجيش الوطني الشعبي مطالب أكثر من أي وقت مضى، سواء في إقليم هذه الناحية العسكرية الحساسة أو في جميع النواحي العسكرية الأخرى، بمضاعفة الإصرار والعزم على بذل المزيد من الجهود، خاصة في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تعرفها منطقتنا الإقليمية. ولقد ساعت الجزائر ولا زالت تسعى انطلاقا من مكانتها كدولة محورية في المنطقة إلى دعم جميع المبادرات الدولية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى دول الجوار. فضلا عن كل ذلك، فإن الجزائر لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد من أي طرف كان، كما أنها لن ترضخ لأي جهة مهما كانت قوتها. ومن هنا فإننا نحذر أشد التحذير هذه الأطراف وكل من تسول له نفسه المريضة والمتعطشة للسلطة من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وسلاماتها الترابية، وليعلم هؤلاء أن الرد سيكون قاسيا وحاسما، وأن الجزائر القوية بجيشها الباسل وشعبها الثائر المكافح عبر العصور والراسخة بتاريخها المجيد هي أشرف من أن ينال منها بعض المعتوهين والمتهورين. ومن هذا المنظور تتجلى طبيعة التحديات التي يتعين عليكم رفعها أنتم إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الرابعة، بل وجميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وهي العمل دون هوادة وبعزيمة أقوى وبإصرار أشد عن الإحاطة بمقتضيات الفعالة لكافة المستجدات والمتغيرات العسكرية المتسارعة ذات الطابع الجيوستراتيجي والجيوسياسي، وهي غاية سامية تستحق منا جميعا مواصلة بذل المزيد من الجهود الحثيثة والمتواصلة على أكثر من صعيد من أجل الوصول إلى ما ينسجم مع تحقيق تطلعات جيشنا وبلادنا المتمثلة أساسا في الأداء الكامل بل والأمثل في كافة الظروف والأحوال للمهام العظيمة والحساسة الموكلة لقوتنا المسلحة، بما يتوافق تماما
مع سياسة الدفاع الوطني ومطلب تعزيز ركائزه الأساسية. في موضوع آخر، أكد الرئيس والمدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار أن حصيلة الشركة تجاوزت 20 مليار دولار من الصادرات رغم تدهور الأسعار في الأسواق العالمية وظروف جائحة كورونا. جاء ذلك خلال عرضه أمس حصيلة المجمع لسنة 2020 والسداسي الأول من سنة 2021. تفاصيل أوفى مع عبد القادر. سجل مجمع سوناطراك خلال الفترة الممتدة بين السداسي الأول من سنة 2020 إلى غاية شهر ماي 2021 مداخيل تصل إلى 20 مليار دولار من الصادرات حسب الرئيس المدير العام للمجمع، وهذا رغم الجائحة العالمية التي أثرت على المؤسسات النفطية العالمية. العملة اللي نتعاملوا بها خاصة في الاستثمار في الخارج هي الدولار، يعني كل رقم الأعمال هو بالدولار. كان جزء مهم في السوق الوطنية، لكن كما شفتوا ربما في البريزونتاسيون ربما يمثل أقل من 10% من رقم الأعمال في الشركة، رغم أنه المواد الموجهة للسوق الوطنية معتبرة من الغاز الطبيعي اليوم أكثر من 40 مليار متر مكعب سنويا. كما سمحت الاستراتيجية التي اعتمدتها سوناطراك بتخفيض التكاليف والأعباء لا سيما ما تعلق بالعملة الصعبة والحفاظ على قدرات الإنتاج، خاصة تكرير البترول والمواد المشتقة، وكذا تعزيز حصة الجزائر في السوق العالمية بفضل تجديد العقود. استثمرنا سنة 2020 ما قيمته 2.3 مليون دولار خاصة في مجال البحث والتنقيب. نقوم حاليا بتسيير عدد من المشاريع في كل من النيجر وتونس، ومن بين أهم المشاريع الكبرى التي تحتاج مخصصات مالية ضخمة هي المتعلقة بالتطوير الإنتاجي في ليبيا. كما استطاع المجمع رفع التحدي من خلال اندماج وتكامل المؤسسات الوطنية المتخصصة في مجال النفط والغاز بنسبة تتجاوز 80%. في الانشغال الصحي، انطلقت أمس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة الجزائر، انطلقت عملية تلقيح العمال التي جاءت بمبادرة من المركزية النقابية ووزارة الصحة. المتابعة لعبد الرزاق رمضان. توسيع عملية تلقيح ضد فيروس كوفيد-19 بإشراك الجميع عمل ساهم فيه الاتحاد العام للعمال الجزائريين. شوي مرض كرونيك وبزاف لافامي تقاسوا، دونك ماذا بيا ما تقيسناش. الاحتياط هذا واجب علينا نديروا الفاكس، رانا في ازمه على بالك كيفاش، دونك يفو بيان سو فير فاكسيني دوتون بيسكو الدوله وفرت لنا اللازم، علاش ما نفاكسينيوش. المبادرة ترمي إلى ضمان انخراط العمال في العملية، وهذا بتسخير نقاط تلقيح على مستوى المؤسسات. النشاط الاقتصادي انضر، النشاط الاقتصادي حبس، كل هذا جاءت بانعكاسات سلبية على الصحة الاجتماعية للعامل. إذن لابد من الخروج من هذه المرحلة، لابد من الخروج، والخروج يمر حتما من خلال التلقيح. وإحنا على أبواب عطلة الصيف، ماذا بينا نتنفسوا، الشباب ماذا به يعني يلقى راحته. الأمس نشوف في مقابلة كرة القدم في الأورو 2021 ونشوف المدرجات مملاءة، وحتى نشوف أن أوروبا انضرت أكثر منا. اليوم وصلوا في يعني وقت قياسي أنهم يعودوا يوليو يفتحوا كل النشاطات، لماذا احنا ما نقدروش نديروها؟ إذا أردنا أن نعود إلى الحياة الطبيعية وإلى الحياة العادية، إذا أردنا أننا نعاود نكسب الحرية الشخصية والفردية، إذا أردنا قال السيد الأمين العام عجلة الاقتصاد والانعاش الاقتصادي يعاود يولي، لازم ما عندناش حل واحد آخر أننا نروح إلى التطعيم. الانطلاقة الرمزية للمبادرة كانت من مقر الاتحاد على أن تمس جل المؤسسات، والهدف هو ضمان سلامة العمال. صحيا دائما، وبخصوص الوضعية الوبائية بالجزائر، سجلت 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات، فيما تمثل للشفاء 243 مريضا، وهذا خلال 24 ساعة الماضية حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
إلى الذاكرة الوطنية، حيث أكد المشاركون في اليوم الدراسي حول الأمير عبد القادر رجل المقاومة والدولة المنظم من قبل وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، أكدوا على أهمية تثمين تاريخ الجزائر الكبير وكل رموزه وعلى رأسهم الأمير عبد القادر. ملك خليفة شويط والتفاصيل. هي ندوة تاريخية تناولت شخصية الأمير عبد القادر وبطولاته. الندوة نشطها مجموعة من الأساتذة المختصين الذين أجمعوا على ضرورة الحفاظ على هذه الرموز الوطنية. هذه الورشة التي جاءت بمناسبة ذكرى معركة المقطع وانتصارات معركة المقطع، وأيضا جاءت على هامش ما قيل وما يعني سمعناه في الفترة الأخيرة من آراء وأفكار. لابد من مخطط اتصال فعال لتثمين التاريخ الكبير لشخصية الأمير عبد القادر. في قانون مجاهد الشهيد 9907 في المواد تاعه، واللي جعلت من المجاهدين والشهداء ورموز الحركة مقابر الشهداء، المعالم التاريخية والمعالم التذكارية رموزا للدولة الجزائرية. احنا كنا لازمنا نحملوا تاريخنا وننبهروا به ونتكلموا عليه في أنحاء العالم. من جهتها المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار سجلت تنديدها لخطابات الكراهية والإساءة للشخصيات الوطنية. كل رموز الجزائر تمثل لي أنا وكل الطلبة قدوة عن تاريخ وعن نضال وعن شهادات أبطال. ووفاء لرموز الأمة الجزائرية، أجمع المشاركون على ضرورة حفظ الذاكرة الوطنية وصون مكانة رموزها في وجدان الأمة. دوليا، وفي شأن الفلسطينية، أصيب عشرات الفلسطينيين باختناقات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع والرصاص البطاطي إثر مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الفعاليات الاحتجاجية التي شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس، فيما أصيب شابين آخرين بالرصاص المعدني. هذا وأدان مفتي الديار الشيخ محمد حسين قيام الاحتلال الإسرائيلي بهدم مباني في حي البستان بالقدس المحتلة، موضحا تمادي الاحتلال في سياسته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه. في الملف الليبي، استأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعه في جنيف لليوم الثاني على التوالي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل، والذي عدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى. ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن مداولات الملتقى أظهرت تباينات في الرؤى حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوفيتش قد دعا في كلمة افتتاح الملتقى إلى إقرار القاعدة الدستورية قبل الفاتح من شهر الداخل، ليتسنى لمفوضية الانتخابات الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل. وعن الوضع الصحي في إثيوبيا، صرح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن المنظمة قلقة بشأن احتمال تفشي وباء الكوليرا والحصبة والملاريا في منطقة تيغراي، كما تلوح المجاعة في الأفق. هذا ويتعرض 3.5 مليون شخص لخطر الكوليرا و6 ملايين معرضون للإصابة بالملاريا، مما يرشح لارتفاع عدد وفيات الأطفال إلى 3 أضعاف. يذكر أن الوصول إلى المناطق المتضررة لا يزال محدودا للغاية مع تزايد احتجاجات السكان، لا سيما للفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك الأطفال والنساء والمتشردين.
في المشهد يا الأفغاني، وبعد نحو 20 عاما على الانتشار العسكري، استكملت ألمانيا أمسية سحب قواتها من أفغانستان في عملية كانت قد بدأتها في مايو الماضية، حيث غادر أكثر آخر جنود الجيش الألماني كابول حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الألمانية، وصفة العملية بنهاية فصل تاريخي شهد انتشارا مكثفا وشكل تحديا للجيش الألماني، قتل خلالها أكثر من 50 جنديا. وفي السياق، قال مسؤولون أمريكيون أن الجيش الأمريكي على بعد أيام على ما يبدو من إتمام انسحابه من أفغانستان، مستبقا بفترة كبيرة تاريخ 11 سبتمبر المقبل الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن موعدا نهائيا لإتمام سحب القوات وإنهاء أول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية. في جديد جائحة كورونا عبر العالم، صنفت روسيا الدولة الأوروبية الأكثر تضررا جراء كوفيد-19 بتسجيلها أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ تفشي الوباء خلال الساعات الماضية، علما أن انتشار نسخته المتحورة دلتا أدى إلى عزل 10 ملايين أسترالي في مدن عدة. وباتت المتحور دلتا شديدة العدوى منتشرة في 85 بلدا على الأقل بحسب المنظمة العالمية للصحة، ما يزيد من مخاوف موجات وبائية جديدة رغم حملات التطعيم، ويبعد احتمال العودة إلى الحياة الطبيعية. إلى ذلك، تم إعطاء لحد الآن أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة كوفيد-19 في العالم. في الرياضة، تأهل سهرة أمس المنتخب والجزائري لكرة القدم لأقل من 20 عاما إلى نصف نهائي كأس العرب للأمم 2021 بفضل فوزه على المغرب بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لمثله، برسم الدور الربع النهائي بملعب القاهرة الدولي بمصر، وهو ما منح بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لفائدة الجزائر. وبهذا سيواجه أشبال الناخب الوطني محمد لاسات في نصف النهائي المتأهل من مباراة تونس وجزر القمر المقررة اليوم على الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر، فيما تجرى مواجهة نصف النهائي يوم السبت المقبل على الساعة 6 مساء. ألف مبروك لمنتخبنا الوطني. كرويا دائما ومحليا، تتواصل اليوم اللقاءات الفاصلة لمجموعة جنوب غربي للصعود للرابطة الثانية لكرة القدم، حيث يواجه مولودية البيض نادي فنوغيل بملعب بومرداس. هذا والتحق أمس فريق اتحاد حجوت بركب الفرق الصاعدة إلى الدرجة الثانية بعد تغلبه على فريق وفاق صور الغزلان بنتيجة 0-0 ليكون خامس الصاعدين رفقة غادي معسكر وشباب برج بنين من مجموعة وسط الشرق، اتحاد ورقلة جنوب الشرق وحمراء عنابة مجموعة الشرق. وبأخبار الرياضة نختم هذه النشرة، قدمنا لكم من الإخبارية الجزائرية، نشكركم طيب المتابعة، أعود وألقاكم عند موجز 9 لكم من أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.